والله ديك وما صايت وما لا تصطيونا على لا انا تم انا في مطاد الحال. تفاجأنا بزاف بهذه المصيبه هذه الجريمه هذه النكره، وزعما الصراحه الله طنجه كامله تعاطفت مع هذا الولد هذا، وحتى انا كما كنت قلت في الصفحه ديالي في فيسبوك بانني غادي نعمل الجهد ديالي باش نساعد الاسره ديالو باش تلقى الطفل هذا، ولكن للاسف تفاجأنا بهذه الجريمه النكره، وكيف حال اللي تصرحوا لنا رجال الشرطه هذا الولد هذا مسكين جبروه، يعني ماشي غير عملوا فيها الجريمه وصافي قطعوه وتكرفسوا عليه وسيبوه هنايا. مش نقول واخا مغنيا نقول هذه الجريمه هذه خصو الحقيقه هذا المجرم هذا خصو الاعدام بصراحه، هي هذه طبق فيها الاعدام، لان الطفل بريء كيف ما هو معروف الحي هنايا، كل شيء كيبغاه كل شيء عنده عزيز حسب الناس اللي كانوا كيقولوا لنا مسكين كان كيمشي يصلي. علاش علاش هذه الجريمه هذه؟ شنو الدم هذه العائله هذا انه واش البشر وصلت في هذه الحيوانيه لهذ الدرجه هذه انه يشبر الطفل الصغير صغير بزاف ماشي ويتكرفس عليه بهذا الوحشيه هذه ويقتلوا. اولا وقبل كل شيء كنتفقدوا على الاخ ديالنا، كنتمنوا له الله يرحمه برحمه الله الواسعه الله يوسع عليه، ولهذا الضجه هذه اللي وقعت في مدينه طنجه ما خصهاش يتكرر وما خصهاش يتعاود، والضجه هذه راه وقعت ضجه كبيره، ولهذا كنشكروا الامن على التدخل ديالو وعلى هذا العمل اللي قام به وعلى هاد المجرمين اللي شدوهم في اقرب وقت، ولهذا هادو ما خصهم في حقهم اقصى عقوبه، اقصى عقوبه خصهم الاعدام، والساكنه مدينه طنجه كامله كتقول خصها تكون في حق هاد المجرمين اقصى عقوبه الاعدام، والاعدام من هذا المنبر هذا، وما خصوش هذا الشيء هذا يتكرر في مدينه طنجه. تنقول لكم لا فجيعه هذه راه فجيعه كبيره في طنجه، راه وقعنا في واحد الفجيعه كبيره، راه ضر اي واحد يخاف دابا على خوته ويخاف على ولاده، اللهم هذا منكر، زعما هذا الانسان هذا اللي عمل هذه الفجيعه هذه هذا خصو يتعدم، هذا خصو كنطلبوا من السلطه هذا خصو يتعدم، هذا الله ينصر سيدنا، ولكن هذا خصو يتعدم. علاش هذا الانسان هذا راه عمل واحد ضجه كبيره في طنجه بزاف، وراه خلق بالباله بزاف، راه اي واحد دابا كيخاف على خوته وكيخاف الوالدين كيخافوا على ولادهم وواحد اخر كيخاف على خوته، اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر. والله وش غنقول لك، زعما الوالدين ديالو الله يرزقهم الصبر، ان الله وانا راجعون، والله يرزقهم الصبر الله يرزقهم الصبر، هادشي اللي كاين. السلام عليكم. كنطالبوا الاعدام اخوان ديك خانا خوا، كنطالبوا له الاعدام، يموت اخوا هادشي كثار بزاف، حنا خوتنا كيلعبوا في الزنقه وكذا، حتى حنا عندنا خوتنا وكذا، الله يا اخي هادشي كثار. انا قلت لك اخوا خصو يتشنق هاد خانا هاد، صافي خصو يموت يتشنق، اما قرطاس ما يصلحلوش، خصو يتعلق يبقى يتقطع شتيتو بنان تندفرين يتسلخ، تيكمل اخويا والسلام عليكم. عاون اخويا.